أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات التي سيتم تطبيقها بدءاً من الأسبوع المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء. وأوضح مدبولي أن تلك القرارات تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وإيقاف الإنارة الخارجية للمباني. نبدأ خطة محكمة، ويمكن النهاردة كنا لسه في اجتماع أنهيناه منذ قليل مع السادة الوزراء المعنيين عشان ناخد خطوات. هنعلن في مجلس الوزراء اللي بعد بكرة إن شاء الله عدد من القرارات التنفيذية اللي هيبدأ تطبيقها فورا اعتبارا من الأسبوع القادم. أهم شيء هو ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبصورة عامة. يعني بمعنى إيه؟ إن إحنا النهاردة بعد مواعيد، بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، يتم غلق الكهرباء وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية عن المستخدمة، فيما عدا طبعا الوحدات اللي ليها يعني حساسية وليها طبعا طبيعة عمل خاصة، وحتى بعض الغرف اللي بتبقى موجودة في المباني الحكومية اللي بتبقى محتاجة تواجد الكهرباء فيها، طبعا اللي هي الخاصة بالكمبيوترات والسيرفرز وكل الحاجات دي هنبقى النهاردة لازم تفضل شغالة. إيقاف تماما الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة. أنا هنا بتكلم على إنارة المباني، إن النهاردة ما يعني التوجيه إن المباني الحكومية كلها تتوقف عنها الإنارة الخارجية اللي بتنير هذه المباني. هنتحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، ودي خطة النهاردة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان. هنبدأ في خطة واضحة لتخفيض إنارة الشوارع اللي موجودة عشان مرة أخرى تقليل استهلاك الكهرباء اللي بيؤدي إلى مرة أخرى ترشيد ووفر في الغاز الطبيعي.